الشعار الابيض، الشعار الجميل، وراحت من حاف علي بن عبد الله اليحيى. ينطلق الان مع منحاف في الشوط الرئيسي لتكون هي من اقوى المهددات لشوط السياره الذي سيقام قريبا. اقترب الختام يا بن يحيى. سلام بن يحيى، سلام سلامي على هذا الاداء الممتاز. ارفع لك اسمى ايات التهاني والتبريكات على هذا الفوز وعلى هذا الانطلاق. تهانينا اذا للسيد علي بن عبد الله اليحيى، ولا منافس لمنحاف، لا منافس على الاطلاق، وتستاهل الناموس ويستاهلون ايضا جميع محبين هذا الشعار. المركز الثاني شوف الانطلاق، انطلق الان وراح مهاجر، هاجر مهاجر الى الناموس علي بن خجيم العذبه وياسر الهاشمي مع التضمير، لكن مهيب قادم سالم بن حمد بن شعيل. قادم يا مالك مهاجر، مهيب قادم قادم قادم، ولكن مهاجر لا يزال يندفع في الصداره وفي المركز الاول، ولكن المحاولات الخطيرة والجادة جدا من مهاجر، مهاجر مهيض مهيض ومهاجر. الأمتار الأخيرة، اللحظات الخطيرة، ولكن مهاجر يحقق رغبة مالكه بانتزاع المركز الأول. تهانينا إذا للسيد علي بن خجيم العذبة. صالح بن مطر الضابط الدوسري صاحبة شوطين رئيسية، أتوقع إن لم تخني الذاكرة والعصا في الأبطان، وتبحث عن نقطة قوية وتأهيل لأشواط الختاميات، وأيضا العصا قوس مراسيل. صالح بن مطر الضابط الدوسري، ويبدو بل لا يبدو بل أكيد بإذن الله أن السلامات تذهب إلى أهالي الخريب. والعصا قوس 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 كما قوس الربابة، روحت مراسيل، انطلقت مع الشوط الرئيسي ومع التأهيل. سلام الخريب، سلام سلام مراسيل، سلام والعصا في الأبطان. تهانينا والناموس كعوائد هذه البكرة. وهذا المالك المتألق المركز الثاني بن زاهرة. آل خجيم أيضا ينطلق الرابع، يصل شعار بن عويضة على ظهر هياض لسيد حمد بن بخيت بن عويضة. المركز الخامس انطلاقة مصيح فيصل بن حمد بن منهية. لكن نعود إلى الدولار يبحث عن النقطة الثانية بعد أشواط التأهيل. النقطة الثانية على التوالي لشعار بن خجيم، وذكرنا بأن الدولار غالي، الشوط الرئيسي غالي، الختامي غالي، المركاض هذا غالي على الجميع، مركاض فرحة قطر لعودة أبنائنا من الأسر. الله سلامي عليك يا بن خجيم، علي بن خجيم العذبة يسجل النقطة الثانية على التوالي مع الدولار المركز الثاني. وصلت، يا سلامي عليك يا ابن عويضة. شوف الانطلاق والاندفاع من مذيار حمد بن بخيت بن عويضة العذبة. تثور مذيار في هذه اللحظات لتغير إلى الصدارة وإلى المركز الأول، وتنتزع التأهيل للختام ولأشواط السيارات. هيمنة على المركز الثاني، وأيضا عوايد وهيمنة، ولكن راحت مذيار للناموس وفازت بالمركز الأول. سلام يا أبو بخيت، حمد بن بخيت بن عويضة العذبة على هذا الفوز وعلى انتزاع التأهيل والمركز الأول. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني وصلت في حاملة الرقم 7. إذن عوايد
راشد بن عساكر المري دخول جماعي من ما بين حبيب انطلق حبيب سار حبيب ذهب إلى الناموس إلى المركز الأول لكن بن عويضة خطير الفايز خطير يريد الفوز الناموس وين هل مع حبيب أم مع الفايز والتأهيل للمركزين الأول والثاني ولكن الفايز جاوز الفايز تسلل الفايز ينتقل إلى المركز الأول ويفوز حتى هذه اللحظات بل يغير يؤكد هذا التجاوز سلام عليك يا ابن عويضة النقطة الثانية في هذا الصباح بعد فوز مديار يفوز الفايز بالمركز الأول وبالناموس تهانينا والفي مبروك المركز الثاني كان مع حبيب لي سالم بن صقر المريخي المركز الثالث شعار بن خجيم ابن اشعل المري مع علي في ثالثة المراكز ولكن السكران حتى هذه اللحظات هذه السكران للسيد حمد ابن علي المالكي في اول المراكز سيطرة تامة في هذه اللحظات اصدرت الاوامر هذه السكران راحت بالمركز الاول والناموس هذه السكران للسيد حمد بن علي المالكي اما اللي في ثاني المراكز وصلت عرين للسيد سالم بن حمد ابن اشعل المري ولكن السكران مع السيد حمد بن علي المالكي في أول المراكز نقول تهانينا والناموس لو لم يكن لعرين راي آخر ولكن السكران انتزعت المركز الأول تهانينا للسيد سالم للسيد حمد بن علي المالكي على فوز السكران بالمركز الأول ثاني المراكز وصلت عرين للسيد مانع بن سعيد بن خالد الشهواني ولكن القفاي راح القفاي مع المالكي راح القفاي بأول المراكز راح القفاي بالناموس والتأهيل للسيد محمد بن نصر المالكي الجهني في أول المراكز ثاني المراكز في ثاني المراكز مغادر للسيد علي بن خديم العذبة ولكن القفاي قف بالناموس وقف بالمركز الأول للسيد محمد بن نصر المالكي الجهني في أول المراكز أما اللي في ثالث المراكز هذا هو مغادر للسيد علي بن خديم العذبة ركز على المساير يا محمد يا بسعيد يا بن راشد الخيارين هذا هو القفاي في اول المراكز نقول تهانينا والناموس تهانينا على هذا الفوز اما اللي في ثاني المراكز وصل مغادر لكن روح مع اللي راحت في المركز الاول في هذه اللحظات الذيبه للسيد علي بن حمد بن مليه مع الذيبه في اول المراكز مسيطره تامه ثاني المراكز هذه الشاهينية لسيد مانع بن سعيد بن خالد الشواني مع الشاهينية في ثاني المراكز ثالث المراكز أشعر مانع بن محمد الضابط الدوسري مع الشحانية ولكن اللي راحت من المركز الأول والناموس هذه الذيبة للسيد علي بن حمد بن ملية في أول المراكز نقول تهانينا والناموس لو لم يكن للشاهينية راي آخر ولكن راحت الذيبة بالمركز الأول هذه الذيبة انتزعت المركز الأول تهانينا والناموس للسيد علي بن حمد بن ملية أما اللي في ثاني المراكز وصلت الشاهينية للسيد مانع بن سعيد الأول والناموس هزام يدعو مكية هزام للسيد علي بن حمد بن ملية أما اللي في ثاني المراكز هذا المتحد للسيد راشد مبارك بن زهرة المري ثالث المراكز استلل في هذه اللحظات مبهج للسيد محمد بن سالم المري في ثاني المراكز ولكن هزام في أول المراكز ومسيطر سيطرة تامة للسيد علي بن حمد بن ملية مع هزام في أول المراكز هذه السيطرة التامة مع هزام للسيد علي بن حمد بن ملية في أول المراكز ثاني المراكز مبهج للسيد محمد بن سالم المري ولكن ختامها مسك مع هزام نقول تهانينا والناموس لمالك هزام السيد علي بن حمد بن ملية أما اللي في ثاني المراكز مبهج للسيد محمد بن سالم